في كتابه 25 يوما إلى عدن، يروي الباحث مايكل نايتس القصة غير المروية لشباب وشابات الإمارات الذين حاربوا مع رفاقهم اليمنيين لتحرير عدن قبل عيد الفطر في يوليو 2015. ويستعيد الزميل في معهد واشنطن أول سيرة عسكرية للإمارات في تلك الحرب بلسان جنودها وبحارتها وطياريها أنفسهم. واستغرق عمل الباحث الأمريكي أكثر من 5 سنوات من البحث الدقيق والتحقق. كانت تلك المعركة هي الأولى في حرب اليمن، والتي بدأت عندما طالبت الحكومة اليمنية بدعم دولي من مجلس الأمن وجامعة الدول العربية. ويقول نايتس في مقالة كتبها في صحيفة الناشونال الإماراتية إن دول الخليج رسمت خطا في الرمل لمنع القبائل الحوثية التي تدعمها إيران من السيطرة على الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة العربية. وفي الأيام الأولى للحرب هبت الإمارات لمساعدة مقاتل المقاومة اليمنية للدفاع عن عدن الساحلية، والتي كانت المرفأ الأكثر ازدهارا في العالم قبل عقود. ويقول نايتس بالنزول على الأرض فقط يمكن فهم التضاريس الشاقة للأجزاء القادمة من عدن، وبالتحرك ذهابا وإيابا على الجسر المؤدي إلى المطار يمكن تقدير دور المدرعات الإماراتية في التغلب على قوة النيران الحوثية التي دافعت عن المطار. ويبدو أن تجربة الفريدة لنايتس في لقاءاته مع الجنود الإماراتيين أتاحت له التعرف على تفكيرهم حيال الصراع. يقول نايتس لا يبتهج رجال ونساء الإمارات العسكريون بالأعمال المدمرة للحرب، لكن القوات الإماراتية بلا شك جيدة أيضا في الحرب الحديثة، فقد تدربت في صراعات حقيقية إلى جانب أفضل الجيوش الغربية، كما أن القوات الإماراتية تتمتع أيضا بفهم أفضل للثقافة المحلية في اليمن وعلاقات ممتازة مع قوات المقاومة اليمنية. ويهدي نايتس الكتاب إلى 5 جنود إماراتيين استشهدوا في الحرب، وخصص الكلمة الأخيرة في مقالته إلى أحد الشباب الاستثنائيين الذين قاتلوا ونجوا في هذه المعركة.